اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا باصحاب البلاد، شرفتوا البيت بيتكم ان شاء الله البطل. جزاكم الله خير، جزانا وجزاكم الله خير. تفضل بزهم يا منصر الغرفه هذيك، تفضلوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا، تفضلوا. ضروري من التعقيم ضروري. اهلا وسهلا، نورتوا نورتوا البيت بيتكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ضروري تكونوا كل يوم وكل خرجه تعقموا ايادكم وتهتموا بالكفوف. طيب يا اخي انت تدخل الغرفه هذيك. اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا. لا حول ولا قوه الا بالله. هاي منصر كلمني، باقي أسر يمنية كثير خارج. We have a lot of families. بس يا رضوان فين عتوديهم؟ والمكان مش كافي، ما نشتيش ينتشر الفيروس هنا ونسبب كارثة. مشكلة مشكلة الازدحام مشكلة. ذكرت باقي شقة عمي مسعود، هم في المستشفى والشقة فارغة، ممكن نستفيد منه. وبعدين حتى لو هم كثير عادي ممكن نحط الرجال بالصالة ونترك بينهم متر فراغ، ونحط النساء لحالهم أيضا نترك متر فراغ. بس المشكلة الأكبر يا أخي والخوف الكبير لو في حد فيهم مصاب، هذه هنا الكارثة. ايضا باقي معنا واحد مهم وضروري ما نعتني به ونهتم به، هذا من البلاد فارس عباس، هو جالس هنا في الهند وضروري ما نبحث عنه وندله الوقايه ونحتفظ به هنا بالشقه. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. هاي في البيت بيتك، ارتاح واجلس واي حاجه تحتاجها ان شاء الله احاول اوفرها لك. وانتم وين بتناموا يا اخواني؟ شردناكم غرفكم واخذنا مكانكم، ازعجناكم، سامحونا يا اخواني. لا تقلقش علينا يا والد، احنا بندبر انفسنا، بنقضونا بالصاله ولا في اي مكان. المهم انتم اصحاب البلاد ما نشتيكمش تتبهدلوا، نشتيكم تجلسوا هنا في البيت لما يفرج الله. الله يحفظكم يا اخواني، رجعتوا لنا الامل بعد ما كنا يئسنا من الطلاب اليمنيين، من بعض النصابين اللي كانوا اللي ينصبوا علينا. لا 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 يا اخي، لا، الخير ما زال موجود وعيال الحلال كثير. صحيح انه بعض الطلبه المترجمين شوهوا بعيال الناس والظروف اجبرتهم انهم يكونوا طماعين، الله يسامحهم الله يسامحهم. والمشكله يا اخي إن الناس هذه الأيام ما تعمم إلا السيئة، لا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل ارتاح. الله يحفظكم. ما نقدرش نرجع جميلكم. الله معك والد، تفضل ارتاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوة يا رضوان، بمناسبة ذكرى السيئين، أين صابر صاحبك؟ صابر؟ علمي علمك يا أخي، فجأة اختفي وما حد داري وينه. حتى اهله قدهم قلقين عليه، ابوه وامه كل يوم يتصلوا عليه وهو لا رد عليهم ولا حتى اتصل بهم.